تركيزنا بهالاسبوع باوتوفوكس مشاهدينا راح يكون على الدراجات الناريه اللي صارت اليوم حل اساسي لمشكله عجقه السير بلبنان. معنا اليوم اكيد شركه عنبو خاطر وقطاع الدراجات بشركه اي ان بي، ومعنا كمان براند مانجر لبياجو جروب ولا بولسار موتور سايكلز بس جو سالوتي. هاي جو. هاي كمان جوز. من عنبو خاطر بطبيعه الحال اليوم نضوي على سكوترز الحلمين من بياجو الشركه الايطاليه المعروفه جدا بعالم الدراجات. ومثل ما كنا عم نحكي ببداية الحلقة، فعلا اليوم صارت الدراجة النارية حل أساسي عنا بالبلد من وراء العجقة، من وراء باركينج وغيرها من الأمور. صحيح جورج، اليوم بدنا نحكي جورج عن أهمية الموتو لبلد فيه نسبة عجقة سير كثير كبيرة مثل لبنان. اليوم كلنا عم نعاني منها هيدي مشكلة عجقة السير، وخاصة هلا قادمين على فترة أعياد بدها تدوبل وتصير أكثر بكثير هيدي عجقة السير، زيادة عن غلا البنزين وزيادة عن مشكلة الصفات يلي هالمواضيع كلها عم تشكل ستريس على حياتنا. اليوم الموتو هي الحل الوحيد للبنان، بما انه بعد لهلا ما في عنا نقل مشترك منظم بلبنان، اون بلس انه لبنان بيتمتع بمناخ معتدل، سو بنقدر نسوق الموتو 10 اشهر بالسنه نحن ومرتاحين وما عم نشكل خطر بالشتاء على حياتنا. اوكي، اليوم بدي بلش بالبياجو فلاي 100 سي سي جورج، هيدي سكوتر للاشخاص يلي بدهم يستعملوها ضمن بيروت، ما بدهم موتور كثير كبير وبس مش عايزين اكثر من هيك، هيدي سكوتر هلا عاملين عليها اوفر كثير منيح قبل الاعياد، هو سعرها بصير 1800 دولار بدون دفعه اولى بدون رهن، كفاله لمده سنتين ما بعد البيع. هيدي العالم هيك عم تشتري رياحه راسها، موتور فيتاس كهرباء انليمتد مايلج لفترة سنتين، وبلس مقدمين عليها توب بوكس من وراء للأشخاص تقدر تستعملها وتكون مرتاحة فيها وتاخد كل حاجياتها معها. ننتقل للسكوتر الثاني معنا اليوم فلاي 125، فلاي 125 سي سي، والحلو فيها هو الجريل الاسود اللي مختلف فيها عن ال 100 سي سي، عم نشوفها من الناحيه الاماميه اكثر مشاهدينا على الكاميرا. لوك حلو كمان جو لهالبياجو فلاي، غير انه عمليه كثير وكثير منيحه على الطريق، شكلها كمان كثير لافت. صح جورج، معروفين التليان بالديزاينات الحلوين، اليوم البياجو جروب هو براند ايطالي مهم كثير، اذا مش الاهم بعالم السكوترز والموتويات. مثل ما شايفين هيدي السكوتر كمان مقدمين عليها توب بوكس، بس بحب شير لشغلي هون بال 125 وبال 100 سي سي، بياجو جروب ابتكر تكنولوجيا جديده هي التروافي، ثلاثه فالف على السيلندر، هي بخلي الموتو تكون عم يعني عم تصرف بنزين اقل ب 8% من الموتويات العاديه، اقل بوليوشن وتلوث ب 30%، واكيد اقل استهلاك للبنزين ب 30%، وباور 8% زياده، قوه محرك اكثر ب 8%. اليوم هيدي السكوتر عاملين عليها عرض ب 2200 دولار بدون دفعه اولى، كمان بدون رهن، مع كفاله لمده سنتين، وتوب بوكس ب 82 دولار بس بالشهر جورج. وبنوصل للسكوتر الحلوه كثير والسريعه كثير ايضا، عند لوك فينتج، فينتج مثل ما عم تقول، كمان اللوك تبعها فعلا كثير مميزه، هالليبرتي ليبرتي 150 سي سي، كمان تروافيزات التكنولوجيا اللي حكينا عنها، اقل تلوث، باور زياده، قوه زياده، ومصروف بنزين اقل. هيدي ليبرتي كمان مقدمين عليها توب بوكس، العرض عليها هو 2500 دولار بدون دفعه اولى بدون رهن، مثل ما موجودين على البانلز ورانا، كفاله اللي هي اهم شغله لمده سنتين ما بعد البيع، واكيد التوب بوكس مثل ما حكينا انه الاشخاص يقدروا يسيعوا اغراضهم ياخذوا اغراضهم ليتنقلوا فيهم على شغلهم. بحب شير لشغلي هون جورج، انه هيدول الموتويات عم يعملوا من 800 ل 1200 كيلومتر بالتنكي، ومثل ما شايفين هون 68 دولار و93 و82 دولار، هو سنة دفعة شهرية كتير قليلة كومبيرينج للفوائد اللي عم يستفيد منها هيدا الشخص. اليوم أقل شخص إذا بيستعمل السيارة بضل عم يستعمل السيارة كل يوم أو بالتاكسي عم بحط أقل شيء 200 دولار بالشهر، سو السندات اللي الدفعة الشهرية اللي شايفينها قدامنا هي أقل بكتير جورج من اللي موفرهم هيدا الشخص، يوم ما عم يعمل انفستمنت ليشتري موتور. إذا بدك كمان ما بحطهم باركينج، أكيد 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 نهار، يعني عندك بين فالي وبين مواقف، إذا واحد بده يتنقل مش تحت ال 20 أمبيرة بالنهار يمكن، نعم. إذا بنحسبهم على شهر بيطلعوا أكثر بكتير من قيمة السند اللي عم ندفعه للدراجة النارية. صحيح، غير عن هيك، غير عن عدا العجقة والستريس جورجي الوقت الضايع، يعني اليوم شخص بيكون بأنتلياس بينزل على بيروت عم تاخده 40 دقيقة ليوصل، غير انه بتوصل على بيروت يمكن ما تلاقي صفة، ما تلاقي كلها، هيدول المواضيع كلها بتشكل ستريس على حياتنا.
ختاما جو، عرفنا انه اليوم بمناسبه عيد الاستقلال عم تقدموا شيء كثير مميز. شو نعم. هو جورج بمناسبه عيد الاستقلال وتضامنا مع الجيش بهيدي الفتره اللي عم بمر فيها، اي ان بخاطر حبي تقدم لكل عسكري بيجي لعنا بده يشتري موتو زياده عن العروضات الموجوده، الدفعه الشهريه والصندوق وكل شيء. نعم. حابين نقدم له فري هلمت، مع هيك بنكون عم نحمي جيشنا على طريقتنا بال جست. حلو على كل حال فري هلمت مثل هيدي الاجنده. نعم. جي ماك هلمت. نعم ذا جي ماك حلوه كثير وكثير سيف وشكلها حلو كمان. صحيح. هلمت يعني بختار الهلمت سيف. اذا منتبه الكاسكيت، نحن كل الاوفرات اللي حكينا عنه جورج ما بيكتمل الديل غير ما الاشخاص تلتزم بمعايير السلامه. اكيد هيدي هي فكرتنا الاساسيه اللي حابين نوصلها. وعندكم اللي بعد ما بيعرف في سوق دراجه ناريه، في عندكم سكول خاصه فيكم. اكيد بنذكر عندكم سبير بارتس كلها موجوده بالشركه. صحيح. لكل الطرازات جو. هي كلمه اخيره قبل ما نختم. نعم بحب اذكر مشاهدينا يتصلوا فينا على 01-888-298 او على 70-500-100، وفيهم يزوروا موقعنا الالكتروني amb-holding.com او يفوتوا على wheelers.me يشوفوا كل العروضات تبعنا، وفي الفيسبوك بيج تبعنا AMB Motorcycles، او يعملوا داونلود من ابل ستور او اندرويد لAMB ابلكيشن. شكرا جو اذا على كل هالانفوز. مشاهدينا كمان على wheelers.me، مش بس هناك سيارات لا بل هناك دراجات ناريه ايضا، لتعرفوا اكثر حول اضافه اكيد انه تشوفوا اوتو فوكس. ما لكم الا wheelers.me. الى اللقاء. wheelers.me بطريقة سهلة، نقي سيارة أو موتو أحلامك، قارن مواصفات.